كلنا نتفق ان العاب الفيديو شيء رهيب. الالعاب هوايه ممتعه ومسليه، وبنفس الوقت بتخفف علينا ضغوطات حياتنا اليوميه، وايضا في كثير فوائد للالعاب تكلمت عنها بفيديوهات قبل، نفس انها تقوي الذاكره وتخلي لغتك الانجليزيه افضل، وفي فوائد ثانيه كثير. بس في جانب مظلم للالعاب، اذا اسات استعمال العاب او لعبت بشكل مفرط فراح تؤدي الى عده مشاكل، ومن هذه المشاكل ممكن تؤدي الى فقدان حياتك. فهذا موضوع فيديو اليوم، رح نتكلم عن 10 أشخاص فقدوا حياتهم أو ماتوا من وراء ألعاب الفيديو. ونصيحة، هذا الفيديو لا ترسلوه لجروب العائلة. ويلا خلنا نبدأ. قبل أن نبدأ بس حاب أعلن عن الفائز $500 واللي كانت على آخر فيديو توب 10، والفائز معنا هو يحيى حسن، ألف مبروك. والجيفو الشهري الجديد أيضا على $500، إذا حاب تدخل بفرصة الفوز فيه كل عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق أسفل الفيديو. وهذا الفيديو برعاية لعبة دارك أند داركر موبايل. هذه اللعبة مجانية ورح تنزل قريبا على الموبايلات، واللعبة من تطوير شركة كرافتون، هتقدر تتأكد أنها رح تكون رهيبة. أجواء اللعبة هي الميد إيفل فانتسي، اللي هي العصور الوسطى مع الخيال والسحر، وبالنسبة لي أحب هذه الأجواء مرة. ونظام اللعب هو إكستراكشن آر بي جي مع باتل رويال، تنزل أنت ولاعبين أونلاين في خريطة كبيرة، ولازم تقاتل عدة وحوش بهذه الخريطة، منهم الصعب ومنهم السهل، وكل وحش رح ينزل لك لوت بس تقتله. وغير الوحوش رح تقاتل لاعبين أونلاين، وبس تجمع لوت كويس تقدر تسوي إكستراكشن وتهرب وتحافظ باللوت اللي جمعته، لأن لو مت راح تخسر كل اللوت اللي جمعته بهذا الجيم. وفي اطوار ثانيه فكرتها مختلفه راح تم اضافتها للعبه ايضا، ومطورين اللعبه اكدوا ان ما في شيء تدفع عليه فلوس عشان تصير اقوى في اللعبه، فراح تكون عادله. وشركه كرافتون اعطوني تجربه حصريه للعبه وسويت عنها فيديو على قناتي الثانيه، الرابط ايضا بالوصف، شيكوا عليهم. ويلا خلينا نرجع على الفيديو. طيب خلنا نبدأ في المرتبة العاشرة مع ستريمر اسمه براين ومعروف باسم بوشي بيرد، وهذا الستريمر مات وهو قاعد يسوي بث مباشر. براين عنده قناة على موقع تويتش فيها فوق 8000 مشترك، وكان يسوي بث مباشر يوميا عليها وهو قاعد يلعب لعبة World of Tanks، لعبة حرب دبابات، سويت عنها فيديو بالقناة قبل كذا. فبراين كان جدا مهووس ومحترف في هذه اللعبة ويلعبها يوميا ويفتح بث مباشر. وفي أحد الأيام براين قرر انه يسوي تحدي خيري، التحدي هو انه راح يسوي بث مباشر مدته 24 ساعة وهو قاعد يلعب بدون لينام، والهدف انه يجمع تبرعات اثناء البث لمنظمة خيرية، فمتابعين البث راح يتبرعوا فلوس اثناء البث وهو راح يشكرهم، وهالفلوس كلها راح تروح الى منظمة خيرية. براين وصل الى 22 ساعة وكان باقي له ساعتين فقط وينهي التحدي ويقفل البث، وجمع قريب $2000 تبرعات، بس بعدين قال له متابعينا انه راح يروح يدخن ويرجع يكمل البث، وراح واختفى ما رجع ساعة ساعتين ثلاثة، البث شغال وهو مو موجود. بعدين احد المشرفين على البث عنده رقم موبايله، اتصل عليه ورد عليه شخص من الشرطة قال له ان براين مات، لقوه ميت بجانب كمبيوتره، وسبب الموت هو الارهاق وعدم النوم لفترة طويلة، ان 22 ساعة صاحي، وسبب ثاني ان براين كان يدخن ويشرب خمر كثير، فجسمه اصلا متهالك و 22 ساعة قاعد يلعب وبدون أي نوم، فمات بسكتة قلبية. والشيء المحزن إن قناته إلى الآن موجودة على تويتش، تقدر تروح وتشوف بثوثه وتقدر تشوف البث اللي مات فيه. في المرتبة التاسعة شفنا كثير رسائل واتساب ومقالات وبرامج تلفزيونية تتكلم عن ان كيف العاب الفيديو تشجع على العنف، ونحن كجيمرز كلاعبين نعرف انه هذا الكلام غير صحيح، كلنا نلعب العاب فيها عنف بس ولا مرة حد منا راح وارتكب عنف بالحقيقة لانه شافه في لعبة. بس للأسف احيانا هذا الكلام صحيح، احيانا العاب الفيديو ممكن فعلا تؤدي الى العنف. في عام 2014 في ولد اسمه إلدن ساميل عمره 14 سنة كان شاري لعبة GTA 5 من جديد وجدا مدمن عليها، قاعد يلعبها إلى ساعات وساعات بدون توقف. فأبوه لإلدن انزعج من هذا الشيء فقرر أنه يسحب منه البلاي ستيشن واللعبة. إلدن جدا عصب من هذا الشيء وقاعد يتقاتل مع أبوه، ولقى في مسدس على الطاولة في البيت، واللي ما يدري في أمريكا معظم الناس هناك عندهم أسلحة في بيتهم، هذا الشيء قانوني. فإلدن
أخذ المسدس وطلق على أبوه طلقتين. أخوه الصغير كان معاهم في الغرفة وشاف هذا الشيء وهرب على طول وأخذ تلفون عشان يتصل بالشرطة، بس إلدن لحق أخوه وقتله أيضا. بعدين أحد الجيران شاف هذا الشيء واتصل بالشرطة، وإجت الشرطة ألقت القبض عليه، وفي المحكمة قال إن أبوي سحب مني اللعبة وهذا مو من حقه، وكان قاعد يحاول يبرر. بعدين صار يقول إن كيف يحب شخصية تريفر في جي تي إيه. اللي لعب جي تي إيه رح يعرف إن شخصية تريفر شخص جدا عنيف ويقتل الناس بدون أي سبب، فكان قاعد يلعب بهالشخصية ويحبها مرة، وراح قتل أبوه وقتل أخوه بعد ما تأثر بهالشخصية في اللعبة. المهم تم الحكم عليه بالسجن 30 سنة على الجريمة اللي سواها. في المرتبة الثامنة، في عام 2016 نزلت لعبة بوكيمون جو، وهذه أكثر لعبة في التاريخ تسببت في مقتل ناس. ليش؟ لأن اللعبة فكرتها أنك تروح وتمشي في الشارع وتحاول تصيد بوكيمون بأماكن حقيقية، فلما يكون في ملايين من الناس قاعدين يتمشوا في الشوارع يدوروا بوكيمون أكيد رح تصير حوادث ويموتوا فيها ناس. وأول حادثة موت صارت بسبب اللعبة كانت في عام 2016 في دولة غواتيمالا. كان في ولدين أولاد عم، الأول اسمه دانييل والثاني جيرسون، لقوا إن في بوكيمون جدا نادر موجود في بيت أحد الأشخاص في الحي، وكان ودهم ياخذوا هالبوكيمون بأي طريقة، بس الوقت كان متأخر في الليل فما يقدروا يدقوا على باب البيت ويصحوهم من النوم عشان يصيدوا البوكيمون. فقرروا إنهم يتسللوا إلى البيت فقط عشان يصيدوا البوكيمون ويروحوا. وأثناء تسللهم صاحب البيت انتبه إن في ناس في البيت وفكرهم حرامية أو مجرمين، فطلع سلاحه وطخ عليهم. دانييل مات على طول من الطلقات، وجيرسون قدر يهرب بس أيضا انصاب. وجو الشرطة والإسعاف ولحقوا إنهم يسعفوا جيرسون وظل عايش، وصاحب البيت ما أخذ أي حكم ولا انسجن لأنه من حقه، شاف ناس متسللين على بيته في الليل وفكرهم حرامية. فتخيل تخسر حياتك عشان تصيد بوكيمون وهمي. في المرتبة السابعة عنا أغرب طريقة مات فيها شخص بسبب الألعاب، واللي هو ولد عمره 14 سنة من الصين اسمه شاو يانغ، وما مات من وراء إدمان ألعاب الفيديو بل مات من وراء كرسي الجيمينج. اي اللي سمعتوه صحيح، كراسي الالعاب اللي تلاقي اي ستريمر اي يوتيوبر، وممكن انت الان قاعد تشوف الفيديو وقاعد على كرسي جيمينج. شاو يانغ مدمن على الالعاب، يقعد ساعات طويله في بيته يلعب يوميا. وفي احد الايام رجع على بيته من المدرسه وراح شغل الكمبيوتر وجلس على كرسي الجيمينج، والكرسي انفجر فيه. ممكن تفكر انه كان في قنبله او تسريب غاز، لا ما في أي شيء، بل الكرسي بنفسه انفجر. كراسي الجيمينج أو كراسي المكاتب بشكل عام فيها أنبوب حديدي يساعدك بأنك تتحكم بارتفاع الكرسي، وهذا الأنبوب فيه غاز بكمية بسيطة يساعدك على أنك ترفع أو تنزل الكرسي. فشاو لما قعد على الكرسي هذا الأنبوب انضغط بشكل غلط، بما أدى إلى ضغط الغاز اللي فيه وانفجر الكرسي ودخل العمود في معدته. شاو قدر أنه يأخذ موبايله ويتصل في أبوه فورا، وإجا أبوه واتصل على الإسعاف وحولوه على المستشفى، بس للأسف الدكاترة ما قدروا يلحقوه ومات. وبعد قراءتي للموضوع لقيت أنه في عشرات الحالات كل سنة لكراسي جيمينج أو كراسي مكتب ينفجر الغاز اللي فيها وتؤدي إلى جروح ووفيات أحيانا. فهذه فوبيا جديدة مخيفة صراحة، كل مرة راح أقعد على كرسي الجيمينج راح أفكر فيها إلى الأبد. في المرتبة السادسة في بنت اسمها فرح كانت على وشك إنها تموت بسبب ألعاب الفيديو. فرح هي بنت باكستانية ساكنة في بريطانيا وكانت مدمنة على لعبة رونسكيب. اللي ما يعرف إيش هاللعبة، فهي من أكبر وأشهر الألعاب في العالم بين عام 2000 إلى 2010. اللعبة تلعبها على متصفح الكمبيوتر، تقابل فيها ناس تسوي فيها مهمات وفيها كثير أشياء مثل ما شايفين. فرح تعرفت في اللعبة على شاب أمريكي اسمه شين، وظلت تلعب معاه يوميا قريب الخمس سنوات. وشين بدأ يصير عنده مشاعر حب إلى فرح، وفي أحد الأيام اخترق أو هكر كمبيوتر فرح عشان يتجسس عليها من كثر ما هو مهووس فيها، واكتشف إنها قاعدة تكلم شباب غيره. فراح وقال لفرح أنا اخترقت كمبيوترك وشفتك تكلمي شباب غيري وكان معصب. ففرح جدا تضايقت من هذا الشيء وقررت إنها تحضره من كل مكان. شين ما عجب هذا الكلام إنه كيف تحضره وهو مهووس فيها، فقررت
قرر يسافر على بريطانيا من أمريكا عشان ينتقم منها، وكان عنده عنوان بيتها لأنه كان يبعث لها هدايا خلال 5 سنوات اللي متعرفين فيها على بعض. وفعلا سافر ووصل عند بيتها في أحد الليالي في بريطانيا، ودخل على غرفتها ومعاه سكين وبدأ يطعن فيها. أخو فرح اللي هو محمد على طول اتدخل وضرب على شين وبعد عنها. بعدين شين صار يبكي ويترجى أنه محمد يوقف ضربه، ومحمد فعلا وقف واتصل بالإسعاف وإجوا وأسعفوا أخته، والحمد لله ما ماتت. وتم إلقاء القبض على شين من الشرطة وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة في بريطانيا. في المرتبة الخامسة عندنا قصة جدا محزنة صراحة. في عام 2006 كان في شخص في أمريكا اسمه تايرن، وهذا الشخص مدمن على الألعاب وبالذات على لعبة Ghost Recon على جهاز الإكس بوكس 360. كان يقضي ساعات وساعات في اللعبة ويدخل تحديات على مستوى عالمي فيها. وتايرون أيضا متزوج وعنده بنت عمرها أقل من سنة، لسه بنت رضيعة. فبأحد الأيام هو قاعد يلعب جيم جدا مهم في اللعبة، بنت الرضيعة قاعدة تسحف جنبه وبالغلط ضغطت على زر الإكس بوكس وسكرت الجهاز وخربت اللعبة على تايرون وتسببت في خسارته. تايرون جدا عصب، راح ومسك بنت الرضيعة وصار يضرب راسها بالحيط. البنت المسكينة ما تحملت وماتت على طول. تايرون حاول انه يلفق مسرح الجريمة ويخليه يبين ان البنت ماتت في الغلط، انه شيء وقع عليها او كذا. بس بعدين لما الام شافت اتصلت في الشرطة واجوا وحققوا واكتشفوا انه الاب هو اللي قتل البنت، واعترف هو بعدين بهذا الشيء وقال انه ما كان قاصد يقتل بنته بس كان جدا معصب وخرج عن السيطرة، وتم الحكم عليه بالسجن 45 سنة. مهما تحمس في الالعاب لا تخلي عصبيتك توصل لهذه الدرجة. في المرتبة الرابعة في نوع من الفيديوهات على اليوتيوب اسمه كريبي باستا، ومعناها هي وقت يوتيوبر يسوي فيديو عن لعبة رعب أو حتى لعبة عادية ويخترع قصة مخيفة عن هذه اللعبة، ما تكون قصة حقيقية أو ما لها دخل في اللعبة بس يخترع قصة عشان المتابعين يشوفوها ويستمتعوا بأجواء هذه القصة. ومعظم المشاهدين يعرفوا أنه هذه القصة غير حقيقية، بس بعض الأطفال ممكن يصدقوا لكريبي باستا ويفكروا انه هذه القصص حقيقية. وهذا اللي صار في عام 2013 مع لعبة الرعب سلندرمان. لعبة سلندرمان انشهرت بشكل جدا كبير وكانت من اقوى العاب الرعب، وقصة اللعبة انك تمشي في غابة وفي شخص اسمه سلندرمان لابس بدلة ووجهه ابيض راح يحاول يلاحقك ويقتلك. فبعض اليوتيوبر صاروا يخترعوا قصص كريبي باستا عن سلندرمان، انه شخص حقيقي وموجود في الغابات وراح يقتلكم، وانه لازم تضحي وتقتل صح صاحبك في الغابة في الليل عشان سلندرمان يبعد عنه. وهذه كلها قصة خيالية بس بعض الأطفال ممكن يصدقوا. وهذا اللي صار مع بنتين صغار في أمريكا اسمهم مورغان وأنيسا، عمرهم 12 سنة. شافوا فيديو على اليوتيوب عن قصة سلندرمان وقرروا انهم يقتلوا صاحبتهم في الغابة في الليل عشان يبعد عنهم سلندرمان. استدرجوا صاحبتهم اللي اسمها بيتن على الغابة في الليل وقعدوا يطعنوا فيها بالسكين فوق ال 12 طعن، وبعدها هربوا. لحسن الحظ بايتن ما ماتت وقعدت تزحف ولقت شخص يساعدها ووداها على الإسعاف وظلت عايشة. ولما تم إلقاء القبض على البنتين قالوا إنهم هم خايفين من سلندرمان وضحوا برفيقتهم عشان لا يقتلهم. وشافوا بغرف البنتين كلها صور لسلندرمان ورسومات غريبة له، وما تم سجن البنتين لأنهم صغار بس تم تحويلهم إلى مستشفى الأمراض النفسية لعلاجهم. في المرتبة الثالثة عنا أكثر شخص حقود ممكن تشوفه في حياتك. في شخص اسمه إدوارد كانغ ساكن في ولاية نيو جيرسي في أمريكا، كان قاعد يلعب لعبة أونلاين اسمها أرش إيج مع شخص ثاني ساكن في ولاية فلوريدا في أمريكا، وما كان يعرف هذا الشخص شخصيا، لا فقط يعرفه عن طريق اللعبة. وفي أحد الأيام هذا الشخص طلع سلاح جدا نادر في اللعبة وقاعد يغيظ ويستفز فيه إدوارد، إنه شوف أنا عندي هالسلاح أنت ما عندك يا ويستهزئ فيه. إدوارد جدا عصب لدرجة انه طلع عنوان بيت هذا الشخص وسافر على مدينته على فلوريدا فوق 1600 كيلومتر في الطيارة، وراح على بيت هذا الشخص وكان معاه مطرقة وتسلل على بيته ونزل ضرب على راسه بالمطرقة. هذاك الشخص قاعد يصرخ وينادي ابوه، دخل ابوه وشاف الغرفة كلها دم من راس ابنه، راح بعد على طول واتصل بالشرطة، وجت الشرطة اخذ القبض عليه وحولوا
حملوا ابنه للمستشفى. الابن ما مات بس تعرض لإصابات قوية، وإدوارد كانغ تحول للمحكمة وإلى الآن ما طلع حكم كم سنة رح ينسجن، لأن لسه الحادثة جديدة ما مر عليها شهر، بس التوقعات بتقول إنه رح ينسجن من 15 إلى 30 سنة على الأقل. حرفيا دمر حياته عشان سلاح في لعبة ما حد سمع عنها، فانتبهوا إنكم تتخانقوا وتتمسخروا على ناس تلعبوا معهم أونلاين، لأنه في بعض الناس من جد مجانين. في المرتبة الثانية، معظم حالات الموت أو الأمراض اللي بتصير من وراء الألعاب بتكون بسبب الجلوس لفترة طويلة وعدم الحركة، بس القصة في هذه المرتبة هي العكس تماما. في عام 2007 شركة نينتندو نزلت جهاز باسم الوي فيت، وكان الهدف من الجهاز انك تحرك جسمك اثناء اللعب. الجهاز عبارة عن قطعة مستطيل بيضة توصلها بجهاز الوي، ولازم توقف فوق الجهاز وتسوي حركات رياضية عشان تلعب الالعاب اللي موجودة فيها. فالهدف ان اللاعبين يتحركوا ويسووا رياضة اثناء اللعب. بس المشكلة لما تربط اي شيء في الالعاب دائما في ناس رح ياخذوا هذا الشيء لمستوى مجنون، وهذا اللي صار مع لاعب اسمه تيم. تيم كان شخص رياضي واشترى الجهاز عشان يسوي رياضة فيه بداخل البيت، بس أدمن على الألعاب اللي موجودة في الجهاز، وصار هدفه دائما إنه يجيب أعلى سكور في كل الألعاب. فصار يبذل مجهود وحركة ورياضة بشكل جدا كبير، مو عشان منفعته، لا، بس عشان يجيب سكور عالي في اللعبة. وفي أحد الأيام بعد ساعات وساعات من اللعب وقع ومات، وسبب الموت طلع إن القلب قاعد يضخ دم بشكل جدا كبير وجسمه ما تحمل ومات. فانتبهوا، مو فقط الجلوس واللعب ممكن يؤدي إلى مشاكل، بل أيضا الحركة الزائدة. في المرتبة الأولى عنا قصة أول شخص مات من وراء ألعاب الفيديو، أو بالأحرى شخصين ماتوا ومن نفس اللعبة، واللي هي لعبة الأركيد بيرزيرك اللي نزلت عام 1980، أي من 44 سنة. لعبة بيرزيرك هي لعبة أركيد، يعني لازم تروح على محل ألعاب وتلعبها، واللعبة كانت جدا مشهورة وقتها، وكانوا اللاعبين يتنافسوا مين يجيب أعلى سكور فيها. المهم، عام 1982 في شخص قاعد يلعب اللعبة لساعات وساعات وقاعد يحاول يجيب أعلى سكور فيها، وفعلا قدر يجيب السكور الأول وسجل اسمه كالأول في العالم على هذه اللعبة. وبعد هذا الإنجاز بساعات صارت معاه سكتة قلبية ومات في محل الألعاب. الأطباء بعدين قالوا أنه سبب الوفاة هو الإرهاق والتركيز الشديد اللي صار من وراء اللعبة. بس الشيء الغريب والمخيف صراحة أنه بنفس السنة في لاعب ثاني اسمه بيتر قاعد ساعات وساعات يلعب اللعبة وقدر يحطم الرقم القياسي ويجيب الأول على العالم، وبعدها بساعات أيضا مات بسكتة قلبية. يعني شخصين ماتوا من وراء اللعبة وبنفس السبب إنهم جابوا أول رقم على العالم. فصار يطلع كثير كلام وقتها إنه هذه اللعبة ملعونة واللعبة راح تقتل أي واحد يجيب سكور عالي فيها. بس الأطباء قالوا سبب موت الولدين هو الإرهاق والتعب من وراء اللعب المفرط لساعات طويلة. وبكذا يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. لا تنسوا تشاركوا في الجيفاوي، الشروط جدا بسيطة، وشاركونا في التعليقات إيش رأيكم أكثر مرتبة كانت صادمة. وبس، كان معكم بشار كيال أو بشار كيكي، شوفكم فيديوهات ثانية إن شاء الله، مع السلامة.